السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بحث التخرج وإلى آخره. بهذا الفيديو راح نحكي عن اختيار العنوان، كتابة الخطة والمصادر، ثم كتابة البحوث وشلون راح يكون البحث، شلون راح نكتبه، ومراجعة البحث، ثم آخر شيء المناقشة شلون راح أتكم. هذه هي العناوين الأساسية بهذا الفيديو. نجي الآن إلى اختيار العنوان. احنا عندنا بالعراق أغلب الشيء يكون الأستاذ ينطي العنوان يكون جاهز، ويعني أنت راح تكتب على أساسه، أو الأستاذ ما ينطيك عنوان، أنت اللي تروح تختار عنوان وتكتب عنه. الآن نجي إذا الدكتور هو منطيك عنوان بحث، وأنت شلون راح تقدر تحل هذه المشكلة؟ طيب شوفوا حبايبي، إحنا الدكتور إذا أعطانا عنوان بحث فإحنا أمورنا تمام، يعني مجرد راح نكتب ونبدي بالخطة. الآن ننتقل إلى كتابة الخطة. بالنسبة لكتابة الخطة وشلون نكتبها، طيب هنا أيضا مرات بعض الدكاترة هو ينطيك كتاب خطة جاهزة وأنت على أساسها راح تبدي، وهذا الموضوع سهل. اما اذا دكتور ما انطاك خطه فشلون راح نقدر نسوي خطه بشكل صحيح؟ طيب صراحه انا برايي الشخصي الخطه هي عباره عن بحث، يعني انت اذا قدرت تكتب الخطه فانت خلصت البحث صراحه، يعني خلصت البحث. طيب زين، بالنسبه للخطه حبايب قلبي فاني انصحك نصيحه جدا مهمه، وهي القراءه. تقرا عن الموضوع، يعني مثلا عنوان البحث مالتنا هو مثلا خلينا نقول حروف الجر، تمام، او phrasal verb العبارات الفعلية. هذا الموضوع نقعد نبحث عن هذا الموضوع، او الافعال الناقصة models in English. هنا نبحث عن هذا الموضوع اكثر ايش قد ما نقدر، يعني نحاول دائما نجمع معلومات عنه، نقرأ بحوث عنه والى اخره. بعد ما نجمع معلومات عنه راح يصير عندي فكرة عن هذا الموضوع، ومن يصير عندي فكره واعرف العناصر منين تتكون وشنو السالفه ومنين، هنا انت راح تكتب خطه مبدئيه. بعد ما تكتب هذه الخطه المبدئيه تشوف الدكتور هو راح يقول لك لا او كذا او هاي، واكيد راح يساعدك بها. اذا الدكتور ما يستجيب تقدر تستعين باي شخص اخر تحاول ان يساعدك، يقدم لك نصيحه يقول لك يا ابا هذه سويها وهاي كذا وهاي كذا. فخطه البحث صراحه هي عباره عن البحث نفسه، فانت اذا كتبت خطه البحث خليك من علمك البحث كمل. يعني الان ننتقل الى المصادر ومنين تجيب هاي المصادر. شوفوا احنا بالنسبه للمصادر حبايب قلبي احنا عندنا اكثر من مصدر. المصادر قد تكون من النت، او قد تكون هذه المصادر من رسائل ماجستير، او قد تكون من بحوث اخرى. يعني هاي ثلاث عناصر تقريبا اساسيه. طبعا البوك الكتب ايضا تعتبر هي بحوث، يعني لما انا اقول بحث يعني اقول يعني كتاب قصدي. طيب نجي على رسائل الماجستير. بالنسبه لرسائل الماجستير فتلقاها انت بالجامعه مالتك نفسا، او بجامعه اخرى مجاوره، او حتى لو يعني تشوف لك بحث من غير جامعه حتى لو خارج العراق. اي موضوع انت راح تكون الى بحث قريب علي. انا مثلا كان عنوان بحثي بالتخرج جامعتي كان هو الفوكاتيفز ان انجلش، اسلوب النداء باللغه الانجليزيه. لقيت عنه رساله ماجستير في جامعه الكوفه، جبتها وقراتها وحصلت من عندها هوايه معلومات، وعلى اساسها بديت يعني اطور واغير بالبحث مالتي بمساعده الدكتور. الان كملت البحث واخذت بي درجه كلش حلوه. راح اخلي لكم مجموعه مواقع اعلمك على طريقه ما تكتب عنوان بحث كله. حاول تكتب اهم كلمتين بعنوان البحث وبحث عنها، راح تلقى هوايه مصادر بالجوجل وايضا بالمواقع اللي انا راح اخلي لك اياها بالوصف. فجدا راح تفيدك صراحه هالمواقع، وانا حرفيا جدا فادتني وطورتني بشكل كبير جدا، ولقيت هوايه من عندها معلومات وطورت نفسي. طيب بالنسبه للمصادر حبايبي حاول ايش قد ما تقدر تبحث وتدور من النت، يعني ترى النت فيه هوايه شغلات، بس يجوز انت ما تعرف تبحث يعني. فمساله ان المصادر راح تلقاها بشكل كبير جدا اذا بحثت بشكل صحيح واستعانت ببعض الاشخاص. حاول دائما تسال، تستفسر، اسال صديقك، اسال استاذك، ايا كان حاول تسال ايش قد ما تقدر عن مصادر الا راح يكون لك موضوع او عنوان او بحث او كتاب او اطروحه دكتوراه او رساله ماجستير، تلقى بيها خوش معلومات حلوه تستفاد من عندها بشكل كبير جدا. فحاول تبحث دائما، ضل دور. نجي الان الى كتابه البحث. بالنسبه لكتابه البحث او هيكله البحث، احنا نعرف كل زين بالبدايه عنوان البحث
وبعدها يكون جامعة والشعار جامعة وهذه الأمور هاي التفاصيل كليتها. طبعا إذا كنت أنت طالب وعندك معلومات للكتابة فالأمور سهلة عليك، يعني عندك معلومات بالطباعة وبالحاسبة فعادي وأنت راح تطبع بشكل عادي. كيفية كتابة الهيكل والنظام وهذه الأمور أخذ لك بحث من جامعتك وعلى أساسه أرتب صفحة الأولى شنو، صفحة الثانية شنو، الإهداء وكذا وهاي التفاصيل. فأنت أخذ بحث جاهز وعلى أساسه أبدي أشتغل. هذا الطالب اللي يعرف يشتغل بهذه الأمور وعنده معلومات بالحاسبة وبالنت. أما الطالب إذا مكان ما عنده حاسبة وما يعرف يطبع أو طالب أو طالبة، فبهاي الحالة أنا أنصحك تكتب كتابة يدوية خط يدوي عادي، وبعد ما تكمل تخلي شخص يطبع لك إياه، وأعتقد سعر رخيص يعني مو غالي، أو حتى تقدر تكتبه حتى عن طريق الموبايل يعني إذا كنت تعرف وعندك معلومات، وبعدين تنقل على مكتبة تخلونهم يجهزونه أو يعدلوا لك إياه ويكتبون هاي التفاصيل كليتها. فالمسألة يعني سهلة إن شاء الله، بس تحاول تبدي وتواجه راح تواجه مشاكل بعدين أثناء الطريق، وهاي المشاكل كليتها راح تفيدك وتطورك أكثر وأكثر. أثناء كتابة البحث ضروري جدا تتعلمون على مسألة التوثيق، وهاي مسألة التوثيق جدا مهمة وبنفس الوقت خطيرة. إذا أنت ما كنت تعرف توثق صراحة راح تواجه مشاكل كبيرة جدا. فلذلك طبعا راح اترك لكم بعض الفيديوهات اللي تقدرون تشوفونها تعلمك شلون تقدر توثق وشلون تكتب وشلون تجيب والى اخره. راح اترك لك اياها، ما اريد اطول الفيديو عليكم، بس راح اخلي لكم فيديوهات تخص التوثيق بالانجليزي وبالعربي تقدرون تستفادوا جدا من عندها. ناتي الان الى مراجعه البحث. حبايبي البحث يعني ضروري جدا بعد ما تكتبه تقعد تراجعه وتقراه وتشوف الاخطاء، واثناء المراجعه وأثناء الكتابة أيضا حاول تسلمه للدكتور، شوف الدكتور يعني شنو مناقشته، شنو قال لك، شنو ما قال لك. وصراحة بعض الدكاترة يكونون مشغولين، يعني هو يكون مشغول يعني، وبالتالي أنت راح تتأخر، ومني من تتأخر راح يلقى اللوم عليك. مع العلم مو أنت اللي تأخرت، الدكتور اللي تأخر. وبهاي الحالة أنا أنصحك تلح على الدكتور، تروح له للجامعة، تروح له للبيت، تخابره، رن علي 24 ساعة لا تعوفه، لأنه صراحة راح تكون أنت اللي صاحب المصيبة مو هو، مع أنه هو اللي تأخر عليك، لأنه هو ملتزم يعني، بس ما حد راح يعذرك، راح يعذرون، واحد راح يقولون الخطأ بالطالب مو بالأستاذ، فلذلك لح على الأستاذ بشكل كبير جدا. إذن ضروري جدا نراجع البحث ونتابع مع الدكتور، لأنه هذا المسألة أثناء المناقشة راح تصير شوية يعني نواجه بيها مشاكل إذا ما راجعنا وإذا ما كانت عندنا المعلومات الكافية للمناقشة، خصوصا الطلاب اللي راح يخلون واحد يكتب لهم، وهذا شيء خطأ جدا. ما أنصح شخص بكتابة البحث ولا أنصح نهائيا أنه شخص يكتب لك، لأنه راح يضرك صراحة وما راح تعرف شلون تسولف بالمناقشة. أثناء المناقشة خليك طبيعي، حتى لو أنت شيء ما عرفته او يعني ما فهمت السؤال لا تقول ما ادري، مشي ما فهمته سوري دكتور كان يو ريبيت ذا كويستشن، خلي يعيد لك السؤال اكثر من مره. وحاول انت انه تسوي انت ما فهمت سؤاله، يعني خليك انت ما فهمت شنو معنى سؤاله، لا تقول انا ما اعرف ابدا، واذا احرجك وخلاك موقف محرج جدا فيعني انت بكل بساطه قول يس دكتور يو ار رايت ذيس از رونج اند اي ام جوينج to correct، يعني مثلا يعني راح اصلح هذا الشيء واشكره دائما ثانك يو دكتور. شو يسوي له يعني؟ زين مساله طبيعيه راح تتعرض الى سؤال انت ما تعرفه، يعني عادي الامر طبيعي يعني لا عبالك. بعدين هو انت حتى لو كان عندك اخطاء ممكن يقلل من درجتك، يعني ما كل رسوبي كلها ناجحه يعني. فالمساله بسيطه جدا، خليك طبيعي جدا طبيعي. السؤال اللي ما تعرفه قول له يس دكتور اوكي ذاتس رايت يو ار رايت اي ام جوينج تو كوركت ذيس بوينت، يعني انا راح اصلح هاي المشكله وشكرا جزيلا. حاول دائما يس دكتور ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش شكرا وكذا. حاول دائما تشكر الدكتور، اذا انت شكرته وبعد ما يقدر يسوي لك يعني، بتحاول دائما تشكر الدكتور وبالاخير يعني تشكرهم كليتهم ثانك يو فيري ماتش اي ام جريتفول فور يور هيلب، اني ممنون لمساعدتكم، I am grateful for your work وإلى آخره. حاول تحفظ لك في الجمل الحلوة مرتبة وتقولها للدكتور حتى الدكتور شوية يقتنع وتكون الأمور تمام. خليك طبيعي، السؤال اللي ما تعرفه قول الأستاذ I am sorry thank you very much for this information thank you very much for this point I am going to correct this إن شاء الله، ويعني خليك الأمر جدا طبيعي. وفي نهاية الفيديو إذا عندك أي مشكلة أو أي سؤال تقدر تكتبها بالتعليقات، وإحنا إن شاء الله ما راح نقصر وياكم.
هذا هو كل ما كان موجود ويانا بفيديو اليوم. استاذ محمد النوفلي، شوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.